كتاب الأحوال. ماذا اقترف السهر؟ ماذا اقترف السهر كي يكرهه النائمون؟ ماذا اقترف السهر كي يكرهه النائمون؟ السهر عيون القائمين، تراتيل القلب، خشوع العابدين، تسابيح المسا، رجفة الجوارح، خفقة في فؤاد الليل. فعلام يحسدنا الغائبون. للعاشقين تسبيحهم وجدا يكون الهمس، دمعا تذوب النفس، ألقا يفوق وهج الشمس. فطوبى للذين يسبحون العشق وجدا دامعين متألقين. باسم الحب تراءى لهم الكون فلم يضل الدرب. فهل للوصل مواعيد مواجيد؟ أم أن الكشف مواجيد؟ أم أن الكشف سر الهائمين في نور الفؤاد؟ من أين تأتي روعة الراحلين؟ أشهوة للغياب أم أن الحضور غياب في مرآة القلب؟ ومن أين نأتي إن لم نحج بالعيون التي أرهقها الدمع نرنو للسماء؟ طوبى لأطفال السماء، طوبى لأطفال السماء، العاشقين بلا ندم، السائرين بلا قدم، النازفين بغير دم. طوبى له، إن السماء إذا تبوح، إن السماء إذا تبوح فبدمعهم يمحى العدم. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. نظر. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان إلا في قلبك، في عينيك، روحك. فهل ستماطل فيها الحب كي يأتيك بها طوعا أو كرها ليقول لك بل جئنا طائعين؟ رضي القلب عنها ورضيت عنه، فبأي آلاء العشق يكذبوك؟ لعيونها سر الغناء، حين تقطفان لحن العشق من صفصاف الروح تحيلان الكون لحنا وتعزفانه على أوتار القلب، تعزفانه على أوتار القلب لملائكة تهوى الرقصة على إيقاع دمعه، رقصة الملكوت. توقفني موقف السؤال، توقفني موقف السؤال على عتبات رقتها، وتسألني الثبات عند الزلل. فمن أين لي بصلاة تحفظ قدمي؟ فأنا حين أرى عيونها أدرك أن العشق جلب عيناها ورد صوفي، عيناها ورد صوفي، على أن قلبها سلفي العشق. فكيف لناسك أدمن كل فنون الاستغفار، كيف له أن يبوح دون دم يسيل؟